شو صار؟ غسان شو قال لك أبوك؟ قال لي إنه خطف زهرة. شو؟ أنت اتهمتني إلي ولأحمد، ما خليت كلمة وما حكيتها، سبيتني قدام أهلي وسكتت. أنا بعتذر. عم تعتذر؟ بكل وقاحة عم تعتذر؟ لك روح الله ينتقم منك. أبو خاطب نيفين واقفين نيفين واقفين نيفين واقفين بارح مسحت راسي يا حيوان. شو صار معكم؟ الله يحفظكم. شو عم يصير هون نيفين؟ شو صار معكم نيفين؟ احكوا. طلع أبو اللي خاطف زهرة. شو؟ غسان؟ غسان؟ اللي هالحكي مزبوط؟ مزبوط. معقولة؟ طيب ليش خطفها؟ شو بده هاد؟ ابني احكي وفهمنا. بده يعني يطلق نيفين. ونعيش أنا وزهرة عنده بالبيت. ما رح نستفيد من القعدة هون، خلونا نروح نخبر الشرطة. شو رح يصير إذا خبرنا الشرطة؟ بيكونوا نقلوه على غير محل والشرطة ما بتلاقي حدا. أنت بتعرفي لأبي مانو سهل بنوب. أنا بدي بنتي غسان وما بيهمني. خلاص نيفين اهدي بقى وخلينا نفكر. على القليلة هلأ اطمنا إنه زهرة منيحة وما صاير لشي، وهالشي منيح. مجد وصل، يلا خلونا نمشي وانتو حاولوا تناموا شوي وترتاحوا. ماشي نيفين؟ لو سمحتي بنتي اهدي وان شاء الله كل شي رح يصير منيح. يلا شو في اخبار عن زهرة؟ امي بتحكي لك. يلا خلص فوتوا فوتوا يلا. إيلين؟ قليلي شو مشان سهيل؟ شو رح تعملي هلا؟ ما في شيء اعمله. طارق بده يشوفكم.